مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. امبارح النادي الاهلي بدا مشوار بطوله جديده بخطوه موفقه الحمد لله، وفاز على فريق بيتا كلاب الكونغولي 2-0، حقق اول 3 نقط ليه في دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. وكمان النادي الاهلي ظهر بصوره كويسه جدا في اغلب اوقات المباراه، ظهر كمان حسين الشحات ورمضان صبحي صفقات النادي الاهلي الجديده بصوره مبشره جدا ما شاء الله، عشان طبعا العين كلها دلوقتي على الصفقات الجديده المميزه، وطبعا في اصابات دي مش رحمانه. كمان بقى بانت بصمات المدير الفني الاورجواني مارتين لاسارتي، اللي واضح جدا للكل ان فكره هجومي وفي عنده جمل تكتيكيه تتعامل في الملعب من خلال الاعتماد على الجناحين. كمان في جمل بتطبق برده في الضربات الحره، وبالفوز ده بقى النادي الاهلي بقى بيحتل المركز الثاني في مجموعته وبفرق الاهداف بعد فريق سيمبا التنزاني، واللي فاز على فريق شبيبه الثوره الجزائري بنتيجه 3-0، وبيجي طبعا فريق فيتا كلاب في المركز الثالث، وفي المركز الاخير فريق شبيبه الثوره بطل الجزائر. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيواجه فريق شبيبه الثوره الجزائري يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثانيه. اكيد طبعا المواجهه دي مش هتكون سهله خالص بعد خساره الفريق الجزائري في اول جوله. كمان هيكون بقى النهارده عندنا جوله في الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار السوشيال ميديا، وهيكون كمان ضيفنا النهارده استاذ ايمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كوره. وبالمناسبه بقى احنا لسه طبعا في شهر يناير، لسه في صفقات كتير قوي النادي الاهلي دلوقتي بيتمها، وكنا بنتكلم يمكن من اسبوع عن نوعيه اللعيبه اللي احنا محتاجينهم جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يتمنى ان هم يكونوا موجودين عنده في الفريق. اللعيبه اللي عندها استعداد تستغنى عن اي حاجه وتتنازل عن اي حاجه بس في مقابل ان هي تلبس تيشرت النادي الاهلي، ده كفايه عندهم. واتكلمنا طبعا عن صفقه حمدي فتحي لاعب انبي، واتكلمنا قد ايه هو تعرض لمشاكل في الفتره الاخيره طبعا عشان هو كان مصمم انه ينتقل للنادي الاهلي. فالنهارده ان شاء الله هيكون في كلام مهم وكلام اكيد هيفرح جمهور النادي الاهلي عن صفقه حمدي فتحي. وفي البدايه دايما طبعا لازم نبتدي باهم عناوين حلقتنا. لاسارتي حققنا المطلوب امام بيتا كلاب وحصدنا 3 نقط مهمه. يوسف التوتر ضمن 4 عوامل لاصابات الاهلي. الاهلي يبدا غدا استعداداته لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري. عبد الحفيظ وعدلي يطيران للجزائر غدا. سعد سمير جاهز لمواجهه شبيبه الثوره وصلاح محسن يقترب من العوده. اتحاد الكره يحسم مدير بطوله امم افريقيا في اجتماع اليوم. مدرب كرواتيا صلاح كان رائع في 2018 وهو الافضل بعد مودريتش. ودلوقتي تعالوا نروح معاكم نشوف اخبار النادي الاهلي من الجرايد. الاهرام الاهلي يفوز على فيتا كلاب بهدفين ماهر ومعلول في دوري الابطال. الاخبار الاهلي يهزم فيتا كلاب بهدفين في دوري ابطال افريقيا، ماهر يفتتح التسجيل ومعلول يضاعف النتيجه ومروان يدخل مستشفى الاصابات. المساء الاهلي ينتزع 3 نقاط ذهب من فيتا كلاب، الاحمر يفوز بثنائيه على بطل الكونغو ويسعد جماهيره في البطوله الافريقيه. الاخبار المسائي الاهلي يفلت من الفخ، الاحمر يفوز على فيتا كلاب بثنائيه في دوري الابطال وعلامات استفهام على فريق فريق. الجمهورية سعد جاهز للثورة والأهلي في الجزائر الأربعاء. الشروق الأهلي يؤجل استكمال القائمة الأفريقية بسبب حمدي فتحي، سعد سمير جاهز لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري وصلاح محسن يقترب من العودة. مؤمن زكريا يقترب من القائمة الأفريقية ولاسارتي يؤجل حسمها لنهاية يناير. اليوم السابع الاهلي يواجه غول الاصابات بتحليل الدي ان اي. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا
سريعا ولسه مكملين معاكم في قناتنا في كلام في الميديا، لسه مع الفقره الاولى وهي اخبار النادي الاهلي من على الجرايد، وهنبتدي بالاهرام. الاهرام قالت النهارده ان حقق النادي الاهلي فوزه الاول في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد ما تغلب امبارح على فيتا كلوب الانجولي 2-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب برج العرب. حقق النادي الاهلي اول 3 نقط ليه في مجموعته الرابعه، وكمان شهدت فوز سيمبا التنزاني على شبيبه الثوره الجزائري 3-0 في تنزانيا. سجل اهداف النادي الاهلي ناصر ماهر وعلي معلول من ضربه جزاء في الدقيقتين 65 و80 بعد مباراه كانت الافضليه فيها للنادي الاهلي من خلال السيطره المستمره. ركز مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي على اختيار تشكيل نموذجي بيساعده على الفوز، وكمان قبل ما يدخل طبعا المباراه كان معاه معلومات عن صعوبه المنافس الكونغولي، وكمان ده اللي انعكس على الحالة الهجومية اللي كان بيقودها ثلاثي خطير حسين الشحات وليد سليمان ورمضان صبحي وراء المهاجم الوحيد مروان محسن. عشان كده كان التفوق أهلاوي بامتياز خلال مجريات الشوط الأول من خلال السيطرة الواضحة والفرص الضيعة. كمان الشروق قالت ان اجل الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده الاوروغواياني مارتين لاسارتي استكمال الاربع مقاعد المتبقيه في قائمه الفريق الافريقيه لحد ما يعرف مصير صفقه انضمام حمدي فتحي لاعب خط وسط فريق انفي للقلعه الحمراء، وده طبعا بعد ما قرب اللاعب كتير جدا من ارتداء القميص الاحمر. وان شاء الله باذن الله نعلن النهارده أخبار مهمة جدا عن الصفقة دي. اليوم السابع كمان قال إن استقر مسؤولين النادي الأهلي على إجراء تحاليل دي إن إيه لكل لعيبة الفريق كإحدى الطرق اللي ممكن تعرفها أو تعرفنا وتحط وضع وحد كمان للإصابات المتتالية اللي بيعاني منها فريق النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، وكان آخرها إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي بجانب طبعا قطع في غضروف الركبة. قال مصدر في النادي الأهلي مسؤولين النادي بيفكروا في كل الطرق والأساليب اللي تقدر إن هي تساعد النادي في مواجهة شبح الإصابات، وقال كمان إن إجراء تحاليل الدي إن إيه من بين الأساليب المهمة، خصوصا إن التحاليل دي بتساعد في اكتشاف كل التفاصيل عن جسم كل لاعب والأمراض اللي بيعاني منها وكمان إصابات العضلة اللي بيشكو منها بجانب الكشف عن معاناته من أي أمراض سابقة تعرض ليها قبل كده، وكمان ده بيساعد في التحليل الطبي على تشخيص الأمراض واختيار العلاج الأنسب للمريض ودراسة المشاكل الجينية وتحديد المشاكل اللي بتزود من احتمالية الإصابات بأمراض أخرى. دي كانت أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. دلوقتي معادنا نشوف أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي حققنا المطلوب أمام فيتا كلوب وحصدنا 3 نقط مهمة. عبد الحفيظ ما زلنا نبحث عن شخصية الأهلي المفقودة. يلا كورة يوسف التوتر ضمن 4 عوامل من عوامل إصابات النادي الأهلي والطبيب متلقي وليس مصدر. أخبار اليوم مروان محسن يخضع للفحص الطبي اليوم. فيتو الأهلي يختبر هشام محمد طبيا بعد إصابته بالخلفية. بوابة الأهرام لاسارتي يعقد جلسة مع جهازه المعاون ويتسلم تقرير عن تدريبات اللاعبين الغائبين. الوفد لاسارتي يدرس شبيبة الثورة الجزائري بالفيديو. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يبدأ غدا استعداداته لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري. الموقع الرسمي عبد الحفيظ وعدلي يطيران للجزائر غدا. هنروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي من مواقع الانترنت ولكن بعد الفاصل. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ولسه مكملين معاكم تفاصيل اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الاوروغواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اتكلم قد ايه هو سعيد بنجاح الفريق في تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجه 2-0 في افتتاحيه مشوار الفريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وقال كمان حققنا المطلوب ونجحنا في حصد 3 نقاط في مشوار الفريق في دور المجموعات، خصوصا طبعا وان الفوز النهارده كان هدف رئيسي
سعينا لتحقيقه منذ الدقيقة الأولى من اللقاء. تعالوا مع بعض نشوف المدير الفني قال إيه في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء. Estamos intentando crecer paso a paso. بنتقدم خطوة خطوة. Poco a poco. شوية شوية كده. Hoy jugaron por diferentes circunstancias también muchos jugadores jóvenes. النهاردة لعبوا لعيبة لسه شباب صغير. Que en esta clase de competencias a veces la experiencia es un grado, ¿no? Es un área importante. في المنافسة شبيهة كده بتحتاج طبعا خبرة أكتر. Y bueno, y también hay que decirlo, ¿no? En este estadio no va bien, se ve que no va bien. الاستاد هنا وشه حلو علينا يعني ان احنا كسبنا الماتش الاولاني وده الماتش الثاني. Cuando un futbolista se lesiona, لما يكون في لاعب اتصاب, deja de tener, es decir, pasa al departamento médico. بيروح للجزء الطبي. Y después el departamento médico te dice, ¿está listo o no? والجناح الطبي بتاعنا هو اللي بيقول اذا كان اللاعب ده جاهز للعب ولا لا. Está claro que estamos intentando, bueno, mejorar las capacidades de todos para que esto que está ocurriendo no ocurra. احنا بنحاول نزيد من قدره اللاعبين علشان خاطر الاصابات تقل. Pero en el medio de la competencia a veces es difícil, ¿no? Porque hay que competir y hay que jugar y hay que jugar. بس في وسط المنافسه ده بيكون صعب ان انت تاهل اللعيبه في نفس الوقت ويكون في منافسات. Respecto a lo que preguntaba, vamos a ver un poquito, a ver cuando lleguemos a Cairo, a ver un poquito cómo. لما نوصل القاهره هنشوف. ¿Qué es lo que más conveniente hacer? ¿Tenemos algún lugar más para poner jugadores? عندنا فرصه ان احنا نضيف لاعبين جداد. Hemos jugado tres partidos. احنا لعبنا ثلاث ماتشات فقط. Y muchos cambios hemos hecho cambios más por necesidad. ما عملناش تغييرات كتيرة، عملنا تغييرات في الفريق فقط للحاجة. No, porque estamos, lo que dije hace un rato, estamos intentando crecer como equipo. Mucho cambio no sería bueno. احنا بنحاول نتقدم كفريق كامل، ولكن تغييرات كثيرة في الفريق ده مش هيكون كويس للفريق. Pero le vamos a ir dando oportunidad a todos. هنحاول ندي فرص للجميع. Que muestren lo que tienen para aportar. يوضحوا ويقدموا أحسن اللي ممكن يقدموه. Y lógicamente, bueno, ahí podemos decidir con mayor seguridad cuáles son los 11 o 12 o 13 que juegan más regularmente. كده ممكن نحدد ال 11 أو ال 12 اللي ممكن يستمروا معانا ويلعبوا معانا. ياسر vino hace dos días. ياسر جه من يومين فقط. No hace falta ni que lo diga, creo. يعني ياسر جه من يومين ف y quizás para mí el mejor jugador del partido anterior. وعشان احسن لاعب في الماتش اللي فات fue Koulibaly. كان كوليبالي. Entonces por lo tanto, estando aquí, no importa hasta cuándo. لا هو اهم حاجه ان هو موجود معانا. La historia مش مهم hoy, هو لحد امتى يكون معانا. Mañana es otra cosa. الاهم حاجه ان هو معانا النهارده. كان لازم نكسب النهارده. Koulibaly estaba en el plantel. وكوليبالي كان في التشكيل معانا. Koulibaly jugó. وعشان كده كوليبالي لعب. Jugó bien además. ولعب كويس جدا. Pero Ramadan ya había jugado el partido pasado, ¿no? رمضان لعب الماتش اللي فات زي ما شفتوا. En el caso de Hussein, bueno, Geraldo se fue y. بالنسبة لحسين جيرالدو سافر فعشان كده لعب النهارده حسين ما كانش عندنا اوبشنز كتيره نختار منها بس هو عنده خبره وكان بيلعب في نهائي كاس العالم للانديه Y bueno, nos pareció adecuado que participara. فكنا شايفين ان هو مناسب ان هو يشارك معنا حسين. Respecto a la armonía, بالنسبه للانسجام yo creo هو بيعتقد que cualquier instancia ganadora, cualquier instancia de triunfo, اي موقف نجاح, cualquier objetivo en el fútbol para cumplir, اي هدف في الكوره لتحقيقه, es siempre colectivo. دايما بيكون جماعي. Siempre en grupo. دايما بشكل جماعي. Si no hay armonía, لو ما فيش انسجام difícil. صعب جدا ان انت تكسب. Si hay armonía, لو في انسجام posible. احتمال تكسب. No lo sé. Acababa de terminar el partido, no lo sé. يقول لك هو لسه نهى الماتش فلسه هيفكر في الماتش اللي جاي. Vamos de repente nos da tiempo. No tenemos mucho tiempo en realidad. لسه ما عندناش وقت كبير طبعا. Si tuviéramos tiempo haríamos algún entrenamiento. Buscaríamos un campo sintético quizás y entrenaríamos. Pero no sé si vamos. احتمال ندور على ملعب يكون بنجيله صناعي وندرب عليه عشان خاطر نخلي الفريق جاهز يعني. El campo sintético demanda. Necesita. الملعب الصناعي بيحتاج. Acostumbrarse, hay que estar acostumbrado a jugar. تتعود عليه. يكون في تعود عليه. Bueno, no, no, si, habrá que acostumbrarse. لازم يتعودوا على الملعب.
مع بعض دلوقتي أهم تصريحات مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، ونرجع مرة تانية نكمل أخبارنا من مواقع الإنترنت وبنوصل للشروق. الشروق كمان قالت أن أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن شخصية وعقل الفريق الخاصة بالنادي الأهلي ما زالت مفقودة والبحث عنها ما زال جاري. قال كمان عبد الحفيظ في تصريحاته الإعلامية بعد نهاية المباراة أن فيتا كلاب الكونغولي من أفضل الأندية الكونغولية، وكان وصيف كأس الكونفدرالية النسخة اللي فاتت، بالإضافة طبعا لامتلاكه العديد من اللعيبة المميزة. وقال كمان حققنا بداية جيدة في دور المجموعات بعد غياب أكثر من 3 سنين بعد الخسارة في الجولة الأولى قصاد زاسكو في 2016 والتعادل كمان قصاد زيناكو الزامبي سلبيا سنة 2017 وصاد الترجي التونسي سنة 2018. وقال أن الجهاز الفني بيعمل كمجموعة واحدة وفي حالة حدوث أي خطأ فبيتحملها الجهاز الفني بالكامل. كمان يلا كورة قالت أن أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أن الإصابات العضلية اللي ضربت صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بتعود لعدة عوامل، وعلى رأسها ضغط المباريات وتوتر اللاعبين. الإصابات العضلية ضربت بشكل مكثف كان آخرها طبعا مروان محسن مهاجم الفريق واللي تعرض للإصابة قصاد فيتا كلاب الكونغولي امبارح يوم السبت في دوري الأبطال. كمان قال محمد يوسف خالد محمود طبيب النادي الأهلي متلقي للإصابة وليس مصدر للإصابة وبيبذل أقصى جهد عنده مع النادي الأهلي. وقال كمان سبب الإصابات قد يكون لعدة عوامل وأخرها وأهمها ضغط المباريات وتوتر اللعيبة الجداد وتفكيرهم وفترة الإعداد غير الجيدة وشخصية اللاعب والنظام الغذائي اللي بيعتمد عليه. وقال كمان الجهاز الطبي ومدرب الأحمال مش مقصرين وهيوافينا الجهاز الطبي بكرة إن شاء الله يوم الاثنين بتطورات الأخير لملف المصابين وقد نستعيد خدمات سعد سمير وصلاح محسن. وكمان خلص كلامه وفي النهاية قال هنعالج أزمة الإصابات مع أول توقف، خصوصا أنها تكون فرصة للاستشفاء عند بعض اللعيبة بعد ما خاض الفريق 3 مباريات قوية في فترة قصيرة بدون تدوير للاعبين. كمان أخبار اليوم قالت أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هيعمل النهاردة إشاعة عشان يطمن على إصابته اللي تعرض ليها مبارح في مباراة فيتا كلاب الكونغولي، ولسببها غادر ملعب المباراة ونزل مكانه ناصر ماهر في الشوط الثاني. كمان التشخيص المبدئي للإصابة مبارح كشف عن شكوى اللاعب من الإصابة بثقل في العضلة الأمامية، وهتحسن الإشاعة إن شاء الله ليعملها اللاعب النهاردة موقفه من إعلان جاهزيته للمرحلة اللي جاية. كمان فيتو قالت ان بيخضع هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي للفحص الطبي بكره عشان يحسم موقفه بشان اعلان جاهزيته لرحله الجزائر واللي هتشهد مواجهه شبيبه الثوره الجزائري مساء يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. كمان اللاعب غادر مباراه فيتا كلاب الكونغولي امبارح متاثر باصابته بثقل في العضله الخلفيه، فضل الجهاز الطبي ان هو يخرج اللاعب عشان يتفادى تفاقم الاصابه في وقت قادم. كمان بوابه الاهرام قالت ان بيعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي جلسه مهمه جدا مع جهازه المعاون بكره يوم الاثنين عشان يناقش برنامج الاستعداد لرحله الجزائر المرتقبه بعد بكره يوم الثلاث لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري والمحدد ليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيسعى لاسارتي لبحث كافه التفاصيل الخاصه برحله الفريق وبرنامج التدريب في الجزائر وغيرها من الامور المتعلقه بالمباراه. كمان تسلم الاوروغواني تقرير شامل عن تدريبات اللعيبه اللي غابت عن معسكر الفريق الاخير في اسكندريه واللي تخللوا خوض مباراه سموحه في الدوري المصري الممتاز وفيتا كلاب الكونغولي في افتتاحيه مشوار الفريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. حسين عبد الداي مساعد مخطط الاحمال البدنيه هو اللي كان بيقود تدريبات اللعيبه الغايبين عن معسكر اسكندريه الاخير واللي ضم عدد من اللعيبه زي احمد علاء ومحمود الجزار وحسام عاشور وسعد سمير وباسم علي وعمرو جمال وصالح جمعه واحمد طارق ومصطفى شوبير ومحمد نجيب واحمد فتحي وصلاح محسن واحمد الشيخ ورامي ربيعه.
كمان الوفد كتب ان بيبدا مارتين لاساتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي دراسه فريق شبيبه الثوره الجزائري والمنتظر مواجهته يوم الجمعه اللي جايه في الجزائر في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. حصل الجهاز الفني للفريق على مجموعه من الشرايط الخاصه بالفريق الجزائري عشان يدرسوا نقاط القوه والضعف قبل ما تتم المواجهه يوم الجمعه ان شاء الله القادمه. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيبدا بكره ان شاء الله تدريباته استعدادا لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري والمقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه في الجزائر في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. كان الجهاز الفني للفريق بقياده مارتين لاسارتي منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات النهارده عشان يقدروا ياخدوا نفسهم بعد ما فضل الفريق في معسكر مغلق في اسكندريه من يوم الاثنين اللي فات ولحد يوم السبت امبارح. وطبعا تخلل المعسكر ده خوض مباراتين، مباراه سموحه في الدوري المصري ممتاز وفيتا كلوب في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي قال ان سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الجهاز الفني لكره القدم في النادي الاهلي وسمير عدلي المدير الاداري بيتوجهوا للجزائر بكره يوم الاثنين وده قبل البعثه ب 24 ساعه عشان يطمنوا على الاقامه وعلى ملعب التدريب وعلى وسائل الانتقالات وبيستعد النادي الاهلي لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري المحدد ليها يوم الجمعه اللي جايه في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. ومن أهم أخبار النادي الأهلي سواء من مواقع الإنترنت أو الصحافة نروح معاكم لأهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفين في الخارج. اليوم السابع تأجيل اجتماع لجنة المسابقات للأربعاء المقبل. سوبر كورة المكسيكي أجاري يحسم مكان معسكر المنتخب القادم. الوفد قرعة أمم أفريقيا تؤجل خطة إعداد منتخب مصر. اليوم السابع اتحاد كرة القدم يحسم مدير بطولة أمم أفريقيا في اجتماع اليوم. كرة الاتحاد المصري يكشف آلية بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019. فيتو شوبير ينتقد تصريحات عامر حسين بسبب برج العرب. البوابة نيوز الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير أيمن سموحة. الشروق مدرب كرواتيا صلاح كان برقا في 2018 هو الأفضل بعد مودريتش. الفجر محمد صلاح يتخطى أسطورة ليفربول. في الجول كلوب لقد كان موفقا أو كان موقفا رائعا من صلاح. يلا كورة مدرب برايتون صلاح أخطر لاعب يمكن أن تواجهه في منطقة الجزاء. سكاي سبورت التهمة تطارد صلاح والفيديو يقول كلمته في فوز بليفربول. أس الأسبانية يوفنتوس ينضم لصراع التعاقد مع لوكا مودريتش. سبورت 360 رامسي يجتاز الفحص الطبي مع اليوفنتوس. كورة ريال مدريد يتطلع لصفقة دفاعية من سان جيرمان. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار وهنبتدي من اليوم السابع اللي قال ان قررت لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين تاجيل اجتماعها اللي كان مقرر ليه يوم الاثنين لحد يوم الاربعاء اللي جاي بسبب اقامه مباريات في الدوري العام بكره وبعد بكره، عشان كده فضلت اللجنه انها تاجل الاجتماع لحد ما تنتهي المباريات عشان يشهد الاجتماع ده مناقشه تقارير الحكام والمراقبين عن الاحداث الخاصه واصدار قرارات بشانها، وبيشهد الاجتماع كمان مناقشه تعديل بعض الملاعب خاصة بمباريات الدوري في الفترة اللي جاية عشان يقدروا يجهزوها لاستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 واللي هتقام في الفترة من 15 يونيو لحد 13 يوليو. وبيبحث اتحاد الكرة بالتنسيق مع عامر حسين رئيس المسابقات عدم استضافة الملاعب المحددة لإقامة مباريات أمم أفريقيا
لمباريات الدوري الممتاز بحد أقصى في شهر أبريل المقبل. كمان سوبر كورة قالت أن استقال المدرب الأرجنتيني خافيير أجيري مدير الفني للمنتخب الوطني الأول على إقامة معسكر الفريق المقبل في مدينة برج العرب. استبعد أجيري اللي وصل مصر قبل أيام بعد ما حصل على أجازة لقضاء أعياد الميلاد في أسبانيا إقامة المعسكر في القاهرة خلال شهر مارس المقبل استعدادا لمواجهة النيجر في المباراة اللي هتجمع ما بين المنتخبين في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 واللي هتنطلق في يونيو المقبل. فاضل المدرب المكسيكي ما بين برج العرب والقاهرة بعد ما تم حسم الملف، ومصر هي طبعا اللي فازت بتنظيم أمم أفريقيا، خصوصا طبعا أن الفراعنة هيخوضوا كل مبارياتهم على أرضية ملعب استاد القاهرة. أكد كمان إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني استقر على برج العرب لإقامة المعسكر المقبل في شهر مارس. كمان الوفد قالت ان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على تأجيل ملف خطة اعداد الفراعنة للمشاركة في نهائيات امم افريقيا واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 15 يونيو لحد 13 يوليو اللي جاي، وطلب عقد اجتماع مع المهندسة هانية بريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يتفقوا على تفاصيل المرحلة اللي جاية. اكد هاني رمزي مدرب المنتخب ان التفكير حاليا داخل الجهاز الفني منصب في التركيز على معسكر مارس واللي بيتخلله مباراتين، الأولى هتكون قصاد النايجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للكان، والتانية هتكون قدام نيجيريا يوم 26 مارس. وقال كمان أن الجهاز الفني بيتابع خلال الفترة الأخيرة كل اللعيبة المحليين في الدوري والمحترفين كمان، وقال أن في أسامي جديدة هتتواجد إن شاء الله في المعسكر المقبل نظرا لتألقهم مع فرقهم، وأن أجيري بيعمل بخطة لتوفير أكتر من بديل جاهز في نفس المركز. وكمان اتكلم بخصوص خطة الاعداد للامم الافريقية واكد انه هيكون في اجتماع الاسبوع اللي جاي عشان تجهيز تقرير خاص عن الاستعداد للبطولة. وقال كمان مدرب المنتخب ان من الصعب الاتفاق على اي مباراة ودية او حتى التفاوض في الوقت الحالي ما لم يتم الكشف عن ميعاد قرعة كاس الامم الافريقية ولا تقام في القاهرة خلال شهر ابريل المقبل. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع، نرجع بعد كده نكمل بقية أخبارنا المحلية والعالمية، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ولسه مكملين اخبارنا المحليه والعالميه، وبنوصل لليوم السابع اللي قال ان بيناقش مجلس اداره اتحاد الكره في الاجتماع النهارده مع وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي الاسامي المرشحه عشان تمسك منصب مدير بطوله امم افريقيا بعد ما شهدت الايام اللي فاتت انتشار لاكثر من اسم، وبيجي على راس الاسامي المرشحه للمنصب محمد فضل لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وكمان مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكره القدم، وخالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان تم ترشيح عامر حسين رئيس لجنه المسابقات للمنصب ده ومحمود حسين نائب مجلس الشعب وغيرهم من الاسامي اللي بيناقشها المجلس النهارده قبل ما يتم الاعلان عن مدير البطوله بشكل رسمي. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، مساء الخير عليك. كل عام وحضرتك ومرحب بكل المشاهدين. دايما منورنا في قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف منك بقى اهم اللي حصل النهارده في اجتماع اتحاد الكوره اللي كان طبعا حضره وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، واللي طبعا تم مناقشه العديد من الملفات فيه، وكان اهمها مين اللي هيمسك ملف البطوله او مين الشخص الشاب اللي كان تم الاعلان عنه اللي هيكون المسؤول عن امم افريقيا في مصر. في البدايه خليني اقول لك طبعا انا بتشرف ان انا اكون موجود معاكي، والنهارده كان في اجتماع مجلس اداره كده ودي قبل حضور الوزير، اتكلموا النهارده في بعض الملفات المهمه
وكان اتحاد الكرة قرر ان وزير الشباب والرياضة هو اللي يخرج يتكلم للناس والرأي العام بحيث انه يوصلوا الساحل كانت عامله شغل كويس جدا وان الدوله واقفه ورا الاتحاد واقفه ورا البطوله وعايزين يخرجوها في ابهى صور يعني. اكيد الوزير النهارده اتكلم بعد خروجه وقال ان هو هيطلع هم كانوا عاملين مجلس اداره اتحاد الكره سنه 2004 و2005 وده يعني سايب عنده خبرات كبيره في موضوع كره القدم خصوصا وان هو كان شايف ان كان في تحدي كبير في ملف مصر ان هم يقدموه خلال ثلاث ايام بس يا شيما انت عارفه الوقت كان ضيق وان احنا نقدم او لا وان احنا ناخد موافقات وان احنا ناخد عقد حكومي فقال ان احنا جهزنا ثلاث ملاعب في المحافظات اللي هتستضيف البطوله في خلال ثلاث ايام بس. طبعا قال انه دوت في الامور العاديه او في المنطق بيقول انه لازم يبقى قبلها بسنتين على الاقل بحيث ان هم يقدروا الموضوع يقدروا صحيح ده انجاز كبير اكيد بالظبط. هدفهم بشر خليك باسم مصر بطوله غير عاديه. قال ان في اهتمام كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المؤسسات المصريه في البطوله وهم بيشتغلوا ان البطوله دي هتبقى مصدر ترويج لمصر بطريقه معينه لان 24 منتخب بنتكلم فيهم 23 منتخب اجانب اكيد 23 منتخب وكالات الانباء العالميه الاهتمام عالمي اعلامي صحيح. مصر هتذكر ازاي سياحيا اقتصاديا رياضيا اعتقد ان الموضوع هيبقى محفل دولي كبير جدا في مجموعه من نجوم العالم المحترفين. قال انه كمان في عدد من اللعيبه المحترفين المصريين في انديه كبيره ده بيدينا كمان القدره على ان احنا نكسب البطوله احنا قادرين ان احنا نفوز بالبطوله احنا يا رب ان شاء الله باذن الله بالظبط. قال ان احنا هنعمل في لجنه عليا للبطوله اللجنه العليا دي برئاسه رئيس الوزراء شخصيا ان هو يبقى رئيس يعني. طب احنا عندنا مشكله ممكن نرجع نكلم استاذ احمد عبد الباسط مره ثانيه عشان نعرف منه اهم قرارات اجتماع اتحاد الكره النهارده مع وزير الشباب والرياضه عقبال ما نرجع مره ثانيه لاستاذ احمد عبد الباسط. نروح الاول نكمل اخبارنا ونوصل لليوم السابع او لموقع كوره الاول اللي قال ان اعلن احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمتحدث الرسمي اليه بيع تذاكر بطوله امم افريقيا 2019 وقال مجاهد ان قواعد الكاف بتنص على تخصيص نسبه للاتحاد الافريقي وللمنتخبات المشاركه وقال كمان انه هيتم بيع باقي التذاكر على الانترنت ومش هتتباع في منافذ بيع زي ما كان بيحصل في بطوله 2006. قال كمان مجاهد انه هيتم تحديد طرق بيع التذاكر عشان تنتهي ظاهره التكدس واللي كانت بتحصل في البطولات السابقه واكد ان هو بيتواصل مع مسؤولين التلفزيون حاليا عشان يتم تحديد طرق النقل والكاميرات بما يتناسب مع حجم البطوله. وقال كمان مجاهد انه هيتم تخصيص مناطق مخصصه للمشجعين في كل مدينه اللي بيطلق عليها اسم الفان زون وهيسمح لكل جماهير الخاصه بالمنتخبات ان هم يشجعوا بحريه كامله في المناطق دي. كمان موقع فيتو قال ان انتقد احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكره تصريحات عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بشان استبعاد استاد برج العرب من استضافه مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي هتبدأ إن شاء الله يوم 15 يونيو اللي جاي وهتفضل لحد يوم 13 يوليو. استقر كمان اتحاد الكرة بشكل مبدئي على إقامة منافسات البطولة على 7 ملاعب وهي القاهرة والسلام برج العرب اسكندرية إسماعيلية بورسعيد والسويس. وبعد كده فجر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مفاجأة بتأكيده أن ملعب برج العرب قد يكون خارج الحسابات لاستضافة مباريات في أمم أفريقيا وده بسبب سعة الملعب واللي بتوصل لـ80 ألف متفرج ونظرا لإقامة مباريات المنتخب الوطني في القاهرة فمن المستحيل أن يوصل ملعب برج العرب لكامل سعته في مباريات طرف فيها أو ليس طرف فيها منتخبنا الوطني الأول. فعشان كده من الأفضل إقامة منافسات البطولة في ملعب اسكندرية وملعب الماكس. وكمان أكد أحمد شوبير أن اتحاد الكورة لم يجتمع لحد دلوقتي عشان يحددوا ملعب برج العرب أساسي في استضافة مباريات كان 2019 ولا لأ في ظل أن في جلسة النهاردة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عشان يحسموا الملاعب وطبعا يتكلموا عن تنظيم البطولة. ونرجع مرة تانية لأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي اللي كان متواجد برضو النهاردة زي ما قلت لكم أثناء اجتماع اتحاد الكورة مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللي كان بيكلمنا من شوية لكن طبعا للأسف الخط فصل وكان بيقول لنا بعض التفاصيل الخاصة باجتماع النهاردة. مساء الخير عليك مرة تانية أستاذ أحمد عبد الباسط. مساء
مساء الخير يا شيماء. انا برضو حابب اكمل انه يعني لو وقفنا عند نقطه معينه ابرز الحاجات اقدر اقولها لك سريعا كده عشان وقتك، انه ايضا في لجنه عليا من منظمه للبطوله برئاسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفي نفس الوقت هيبقى في لجنه كمان تنفيذيه برئاسه المهندس هاني ابو ريده، بجانب لجنه منظمه هتطرح هيكل تنظيمي على اللجنه العليا، الهدف منها ان هو البطوله تخرج بشكل كامل. هم مش سايبين فرصه ان يبقى في ثغره شيماء. الدكتور اشرف صبحي قال انا رحت انا ورئيس الوزراء حرصنا ان احنا نزور استاد القاهره اللي هيحتضن مباريات المنتخب المصري واللي هيبقى موجود فيه مباريات الافتتاح ومباريات الختام. صحيح. قال ان الشركاء اللي متكلمين في هذه البطوله او في الفتره اللي جايه كلها هيبقى الاعلام المصري عليه دور كبير جدا. اكيد طبعا. قال ان احنا كمان مربوطين في الست شهور اللي جايين لان هيبقى في شهر رمضان والعيد والاجازات كتير، فده هيبقى عبء برضه في فلوس خاصه هنا في مصر. قال ان احنا عندنا تثبت كامل من الدوله المصريه ان البطوله تخرج في ادهى صورها، وسمع ان المحافظات اللي هتستضيف البطوله هم فعلا في ست محافظات هتستضيف البطوله، وبقول ان دلوقتي ملعب برج العرب مش هيبقى موجود من ضمن الملاعب اللي هتستضيف البطوله، في ست ملاعب رئيسيه وست ملاعب فرعيه هم اللي هيستضيفوا البطوله الست رئيسيه. لكن فعلا تم حسم ان برج العرب خارج الملاعب اللي هتستضيف بطوله الكان 2019 في مصر. بحيث ان ساعه استاد اسكندريه صحيح اقل 50,000 مشجع، فيقدر يحضر مثلا لو كوت ديفوار بتلعب نيجيريا يبقى الملعب مليان ويبقى صورتنا حتى قدام الناس. صحيح. انما انا صحيح. ما ينفعش يبقى ماتش بيلعب تونس ونيجيريا ماتش في استاد برج العرب او نيجيريا واي فرقه مثلا وبيلعبوا في استاد برج العرب ومش هيحضر مثلا غير 10,000، ال 10,000 حتى مش هيظهروا. فهم برضه من ناحيه المنطق ده اجتماع ده شيء كويس جدا. صحيح. هيبقى برضه عايز اقول لك يا شيماء ان في اجتماع طارئ لمجلس اداره اتحاد الكره لتشكيل بعض اللجان، اهمها لجنه الاستقبالات، لجنه الاعاشه، لجنه التنقلات، الرعايه الطبيه، لان في امور كتير جدا ملمه بالموضوع. ومن دلوقتي بقول لك انه بنسبه 90% مدير البطوله هو الكابتن محمد فضل. زي ما انتشر في الوقت اللي فات. يمكن الكلام على كابتن محمد فضل نجم النادي الاهلي السابق في الفتره اللي فاتت ان هو اللي هيكون مسؤول عن البطوله، والتصريحات اللي طلعت من وزير الشباب والرياضه وقال فيها ان مدير بطوله امم افريقيا 2019 اللي هتقام في مصر هيكون شخصيه شابه، وده طبعا ايمانا منه بالكوادر الشابه واهميتها في مستقبل مصر. طيب انا عايز اسالك برضو على حاجه ثانيه، حاجه مهمه بالنسبه للمباريات الخاصه بالدوري المصري الممتاز اللي بتتلعب على بعض الملاعب اللي برضو قد تستضيفها او قد تستضيف بطوله امم افريقيا 2019، هيتم ايه اللي هيتم فيها؟ بص شوفي عشان نبقى متفقين ونوضح الصوره للراي العام، الماتشات اللي هي فيها منتخب مصر او البطوله كلها اللي هتتلعب عليها الست ملاعب انا بقول لكم دلوقتي هتتقفل قبل البطوله بفتره كبيره، لازم مش 10 ايام ولا الكلام ده، فتره صحيح. كبيره جدا. صحيح. ولكن يعني في فرقه بتلعب في القاهره هيعوضوها باستاد بطرسبورت، فرقه بتلعب في استاد السلام هيعوضوها باستاد المقاولين العرب، فرقه بتلعب في اسكندريه هيعوضوها باستاد الماكس او استاد برج العرب الرئيسي، وهكذا يعني فهماني كل الملاعب. بس خليني اقول لك حاجه احمد، احنا في الحاله دي يعني هنلاقي تاجيلات اكتر بقى في المباريات، ما هتلاقي يعني هيبقى في تكدس في كل على كل استاد او على كل ملعب. من دلوقتي الدوري مش هيخلص قبل شهر 10 11 اللي جاي. طيب عايز المحليين للبطوله، فمن مصلحه مصر ان الدوري يفضل يتلعب لحد اخر توقف قبل البطوله مباشره، عشان الراجل اجيري لما يجي يلاقي لعيبه مصريين يلاقي عنده فرقه، ما يجيش ان احنا نقعد دلوقتي ونعتمد على ماتشات افريقيه بس، فده ياثر على اللعيبه. عايز اقول لك مفاجاه قبل ما اختم معاك يا شيماء، ان موضوع الكابتن محمد فضل او موضوع قبل البطوله بشهر لما جاء في كلام انه المغرب هتنسحب والكلام ده، على فكره يا طيب واضح ان احنا عندنا برضو مشكله تانية في الاتصال. بشكرك جدا استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ونرجع نكمل معاكم اخبارنا من مواقع الانترنت، الاخبار الخاصه بالاخبار المحليه والعالميه، وبنوصل للشروق. الشروق قالت ان اشاد جلادكو دالتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي بامكانيات محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، وقال ان هو خاض موسم مذهل ظهر فيه زي البرق. وقال دالتش في تصريحاته الافضل في 2018 لا ممكن نشكك ابدا في اسطوره ميسي ورونالدو، فهما الافضل بالنظر لتالقهم لاكثر من 10 اعوام، ولكن حينما يكون الحديث محدد عن الافضل في 2018 فهو لوكا مودريتش دون نقاش. وقال كمان المدرب الكرواتي
بصوره تلقائيه عن بقيه نجوم 2018 على الساحه العالميه. صلاح كان برقا في 2018 وخطف انظار العالم، وما يميزه في هذا الجانب انه بدل الجميع وكانه هبط عليهم بصوره مفاجئه. لقد كان موسم مذهل من ناحيه الاداء والتاثير الفردي، وكمان آل دالتش ارى ان محمد صلاح قائم في الوقت الحالي من الأفضل خلف لوكا مودريتش. قد لا يعلم البعض أنني لا أعترف كثيرا بالنجومية الفردية، نعم أحترم الجميع، ولكن أرى أن اللاعب الموهوب حقا هو الذي يضع جميع قدراته في خدمة فريقه. كمان الفجر قال ان قاد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي فريقه للفوز على برايتون بهدف نظيف ضمن مباريات الجوله ال 22 من الدوري الانجليزي. ونجح محمد صلاح في رفع رصيده التهديفي مع ليفربول الهدف رقم 46 على مستوى بطوله الدوري من ساعه ما انضم للفريق، عشان يتخطى رقم الاسطوره آيان براش صاحب ال 45 هدف ويصعد للمركز الثامن في رايحه الهدافين التاريخيين للريدز في البريمير ليج. وكمان محمد صلاح ابتدى ان هو يفكر في تسجيل 5 اهداف جديده لتجاوز سجل الهولندي ديريك وايت صاحب المركز السابع في القائمه. كمان في الجول قالت ان اشعه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرات نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم الفريق في الحصول على ركلات الجزاء. قال كلوب في تصريحات ابرزها موقع ناديه: لقد كان موقفا رائعا، من الطبيعي ان يتوغل المهاجم داخل منطقه جزاء الخصم، فذلك يجعل الدفاع ضده صعبا على المدافعين. وقال كمان المدرب الالماني: لقد كانت فرصه جيده من صلاح، وربما لو اختار التسديد لشكل تهديد قوي لمرماهم. ليفربول انتصر على برايتون بهدف محمد صلاح من ركلة الجزاء في الجولة الـ 22 في الدوري الإنجليزي. ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي اللي بيسددها الدولي المصري بنجاح في شباك منافسيه بعد التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد وأرسنال الشهر اللي فات. كمان يلا كورة قالت أن وصف كريس هوتون المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي محمد صلاح جناح ليفربول بأخطر لاعب جوه منطقة الجزاء، وده في تعليقه على ركلة الجزاء اللي احتسبت للاعب المصري. وقال كريس هوتون في تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أشعر بإحساس باسكال لاعب برايتون، محمد صلاح ربما يكون أخطر لاعب في هذه المواقف، لا يمكن أن أعترض. حصل محمد صلاح على ركلة جزاء بعد مراوغة رائعة في منطقة جزاء برايتون، واستطاع اللاعب المصري أن ينفذها ليسجل هدف المباراة الوحيد. أصبح رصيد ليفربول بعد المباراة 57 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب البريمير ليج، وفرق 7 نقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، واللي بيلعب أو هيلعب إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وهنبتديها مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر، واللي نشرت صورة للاعب محمد هاني بعد مباراة فيتا كلوب وعلقت وقالت: بلا شك نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمد هاني، استمر. كمان نشر محمد هاني صورة لي من المباراة على تويتر وكتب: الحمد لله. كتب محمد محمود لاعب الأهلي على تويتر بعد المباراة: مبروك يا رجالة. ونشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة على تويتر من المباراة وعلق وقال: الحمد لله. أيمن أشرف كمان نشر صورة على تويتر مع دكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي وكتب: أحسن دكتور في مصر. وعالميا بقى احتفل محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي بعد ميلاد مراته ونشر صورة ليهم على الانستجرام وكتب: عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، واتمنى نفضل مع بعض للأبد. وكمان نشر ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على الانستجرام صورة من مباراة برايتون قصاد
ليفربول، واللي انتهت طبعا بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح، وكتب ماني نتيجة رائعة وفخور باللعب 100 مباراة مع فريق ليفربول، شكرا على دعمكم الرائع. نشرت كمان صفحة في الجول على انستغرام صورة لاحتفال صلاح بالهدف مع الجمهور، وقالت هؤلاء جاءوا من أجل مشاهدتك الاحتفال معك والاستمتاع بما تقدمه لهم، فلا تتوقف أبدا. صلاح يواصل التألق في سماء إنجلترا ويسجل هدف الـ14 هذا الموسم. كمان نشر أليسون بيكر حارس مرمى ريد صورة من المباراة وعلق على تويتر وكتب 3 نقط في مباراة صعبة، أحسنتم يا شباب. كمان السويسري شيردن شاكيري نشر صورة لي من المباراة على الانستجرام وكتب أحسنتم يا شباب 3 نقط مهمين النهاردة. هندرسون كمان نشر على الانستجرام صورة مع صلاح من المباراة وعلق وقال أحسنتم 3 نقاط مهمين. نشر كمان ميمري على تويتر صورة من المباراة وكتب المهمة تمت، فوز مهم قصاد فريق منظم، دعم رائع خارج أرضنا اليوم. كمان نشر المدافع الهولندي فاندك صورة من المباراة على تويتر وكتب فوز صعب، العودة بـ3 نقط وشباك نظيفة، فخور كمان بخوض المباراة رقم 50 مع ليفربول. نشر كمان ديفيد لويز لاعب تشيلسي صورة من مباراة امبارح مع نيوكاسل يونايتد واللي انتهت بفوز البلوز 2-1 وكتب اعطي كل شيء دائما مهما كان. نشر كمان أنطونيو رودريجر لاعب البلوز صورة من المباراة على تويتر وكتب مباراة صعبة الليلة 3 نقط تظلوا في ستانفورد بريدج. نشر الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على الانستغرام من مباراة الفريق امبارح مع ويست هام يونايتد واللي خسرها الجانرز بهدف نظيف، علقت وقالت يوم محبط. احتفل كمان اللاعب الألماني أمري كان لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد ميلاده والفوز على بولونيا امبارح 2-0 في كأس إيطاليا والتأهل لدور الثمانية في البطولة، ونشر صورة من المباراة على تويتر وكتب طريقة رائعة للاحتفال بعد ميلادي. كمان حرصت صفحة رسمية لنادي إشبيليا الأسباني على تويتر انها ترحب باللاعب الأسباني صاحب الأصول المغربية منير الحدادي بعد ما انضم من برشلونة، ونشرت صورة ليه وعلقت مرحبا وأهلا وسهلا بيك منير الحدادي. أخيرا نوجه منير الحدادي رسالة لجمهور برشلونة ونشر صورة على تويتر بتيشيرت برشلونة وعلق ستبقون في قلبي دائما. مشاهدينا نطلع دلوقتي للفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ أيمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كرة. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ ايمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كوره. مساء الفل عليكم، منورنا اكيد في كلام في الميديا. مساء الخير يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. عايزين نتكلم بقى النهارده اكيد عن لقاء امبارح نادي الاهلي قصاد فيتا كلوب الكونغولي، اللقاء ده انت شفته ازاي؟ طبعا الفوز كان مهم جدا للاهلي في المرحله ديت مع مارتن لاسارتي المدرب المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. المنافس المباشر او المنافس الاقوى في المجموعه هو فريق فيتا كلاب، طبعا احنا عارفين هو صيف الكونفدراليه مع واحد من افضل المدربين الفنيين الافارقه ذو البشره السمراء في القاره فلوران مبينجي. فلوران مبينجي مع موسيماني مدرب سان داونز بعتبرهم من المدربين اصحاب الوعي التكتيكي العالي جدا. الحقيقه لاسارتي عمل اداء كويس او عمل اداء مقبول الى حد كبير، نفس المميزات ونفس الاخطاء اللي حصلت في الماتشات اللي فاتت الخاصه قدام سموحه قدام بيراميدز. الاهلي كان نازل كان طبعا يهمه طبعا الفوز وحققه، لكن في بعض النقاط الفنيه اللي لازم نقف عندها بشكل قوي عشان خاطر كمان الاهلي يقدر يكمل المشوار بتاعه. الاهلي كان بيلعب دايما ب 4-2-3-1 او دي الخطه المعتمد عليها بشكل كبير، لكن قدام الفرق الافارقه في عنده ثنائيه عمرو السوليه وهشام محمد كان فيها نوع من انواع الضعف، ضعف في الالتحامات. الميزات بتاعت هشام محمد اللي على اساسها جه النادي الاهلي خاصه بالرؤيه او الكرات الطويله او التحول من الدفاع للهجوم، للاسف الشديد الموضوع ده لسه برضو في الاهلي عنده مشكله من ايام حسام البدري وبعد كده باتريس كارتيرون مرورا بمحمد يوسف ثم مارتن لاسارتي. التحولات ابطا، يمكن افضل دلوقتي شويه في موضوع التحول نظرا لوجود بعض الصفقات الجديده اللي عندها دايما حلول، لكن بقيت ثنائيه هشام محمد وعمرو السوليه نقطه الضعف الابرز في المباراه امبارح.
طيب خليني اسالك عن يعني يمكن قبل لقاء امبارح فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا، في لقاءات الدوري كنا دايما بنشوف النادي الاهلي في الشوط الاول حاجه، الشوط الثاني بيكون مختلف تماما. شفت الاخطاء دي برضو حصلت امبارح؟ ده انا عملت نفس التحليل عن الموضوع دوت، ان الاهلي دايما اداؤه بيتغير في 15 دقيقه، وال 15 دقيقه اللي دايما ما بين الشوطين دايما بيحصل فيها حاجات كتير جدا. الاهلي كان محتاج فتره من الفترات ان هو يعمل سياسه الضغط العالي او ينفذ استراتيجيه الضغط العالي عشان خاطر يحرم المنافس من بناء الهجمه. والحقيقه الاهلي كان مميز في ده قدام بيراميدز او جيد جدا قدام بيراميدز، قدام سموحه عمل نفس الموضوع، لكن كان دايما بيواجهوا حاجتين. الحاجه الاولانيه انك انت ما بتحسمش المباراه بشكل مبكر، اللي هو انت بتلعب بتجيب المفترض تلعب الهدف الاول والهدف الثاني عشان خاطر تقضي على كل الامال، لكن لما بتيجي تنزل بدايه الشوط الثاني وانت قاعد او انك انت متراجع نسبيا، وده هيبقى طبيعي جدا ويبقى مقبول جدا نظرا لتلاحم المباريات وكثره المباريات، فطبيعي انك انت ما فيش فريق في العالم بيقدر يضغط 90 دقيقه طول الوقت، فطبيعي انك انت تتراجع شويه. لكن المقابل انك انت لما تيجي تتراجع ده ما بيكونش مبرر انك انت تفقد ميزه الضغط حتى في نص ملعبك. صحيح. يعني انا ممكن اضغط على المنافس بتاعي في نص ملعبه وممكن اضغط عليه كمان في نص ملعبي، لكن الامر السيء او الامر اللي بشوفه في منتهى الخطوره انك تسيب الفرصه للمنافس ان هو يضغط عليك. لا، وكمان يتناقل الكره بحريه، هو دلوقتي مش لاقي المنطقه اليمين فيها مشكله. طيب انا حاولت العب بالكره، انت مش بتلعب كره يد، انت بتلعب كره قدم. فالمنافس ممكن يخترق حتى جوه عمق منطقه الجزاء، هو مش هيشوط بس من بره. فانت لازم لما المنافس بتاعك او اي ما يكون سموحه او فيتا كلاب او بيراميدز او اي نادي، انت ممكن ترجع في نص ملعبك، لكن لازم يكون في عمليه ضغط. حتى مارتن لاسارتي كان قبل مباراه بيراميدز قبل مباراه سموحه كان مركز جدا على موضوع الضغط ده. سليف كوليبالي كمان تالق في فكره ان انت دايما لما المهاجم بيجي يطلع من منطقه الجزاء ويحاول يوصل لنص الملعب كان دايما معاه في ظهره. صحيح. لكن بقيت ثنائيه اللي احنا بنتكلم فيها. شفنا كمان اشاده لاسارتي بكوليبالي بعد اللقاء، يعني اتكلم عليه اكتر لاعب اتكلم عليه بعد اللقاء في تكلوب امبارح. الحقيقه كمان كوليبالي كمان ظهر بشكل افضل كمان لما انتقل او لما انتقل فكره المساك ناحيه اليمين، لان كمان كوليبالي عنده مشكله في عنصر الرشاقه نظرا لطوله الفارع. دي حاجه طبعا يعني حاجه عكسيه، بمجرد ما انت كل ما طولك بيبقى فارع كل ما عنصر الرشاقه بيقل عندك شويه، ودي كانت واضحه جدا في كوليبالي. عشان كده وضعيه جسم كوليبالي لما كان بيلعب ناحيه الشمال كان عنصر الرشاقه بتاعته او الضعف نقطه الضعف بتاعت الرشاقه كانت بتبان اكتر. يمكن زادت اكتر او بقت افضل في الجنب اليمين مع الضغط العالي اللي كان بيعمله الاهلي، لكن بقيت برضو نفس الازمه اللي احنا بنتكلم عليها، ان عمق الملعب هشام محمد وعمر السوليه كان الاثنين نسبه الضغط او كميه الضغط او الحجم الضغط اللي كانوا بيمارسوه على المنافس كانت دايما قليل، ودي اللي عملت مشكله الاهلي في ثلاث ماتشات اللي فاتوا. صحيح. طيب خليني اسالك كمان عن الظهور الاول لحسين الشحات. حسين الحقيقه كان عليه ضغوط كبيره جدا، وهو كان نفسه ما ظهرش بمستوى حسين الشحات اللي احنا عارفينه عنه. حسين حاول يلجا يعني نقدر نقول ايه، مش للاسهل، لكن هو حاول ان هو يدي نفسه ثقه يلعب كتير اكتر مع زمايله. ما حاولش يعمل دور المغامر او ان هو ياخد المبادره. كان في ضغوط كبيره جدا عليه الفترات اللي فاتت، وكان حلمه كبير جدا ان هو يلعب في النادي الاهلي، وبالتالي كان اول مباراه ليه يعني ما قدمش الاداء المنتظر منه. كمان كان في مشكله ان اللعيبه لما كان حسين دايما مستو ان هو بينطلق خلف خط الدفاع، كان قدامه نجوندا اللي هو الظهير الايسر لفريق فيتا كلاب، ظهير متميز جدا، حتى مرشح كمان ان هو كان يجي لاحد الفرق المصريه. كان دايما بيجي ينطلق خلف الدفاع، لكن دايما كانت التمريرات بتبقى ناقصه. على العكس تماما كان رمضان صبحي كان متالق جدا في الجنب الايمن في الشوط الثاني وفي الجنب الايسر في الشوط الاول. رمضان عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيهزم المنافس نفسيا قبل حتى ما يجي يلعب الكره، لان الكره هو بيعمل دايما حاجه كده معروفه في الكره، انك انت اول ما بتاخد الكره بتحاول تروح للظهير الجنب او المنافس بتاعك اللي يلعب معاك في المباراه، فانت بترقصه مره او اثنين خلاص انت تفوقت عليه نفسيا طول المباراه. صحيح. وده بيحصل كتير حتى على مستوى الانديه العالميه، انك انت دايما لما بتيجي تنزل قدام المنافس بتاعك بتحاول انك انت تتفوق عليه في اول مباراتين، انت كده بتركبه نفسيا بلغه الكوره طول المباراه. عمل كده قدام في الجنب اليمين لناحيه فيتا كلاب، وبعد كده في الجنب الشمال ناحيه فيتا كلاب، وده اللي ساعد علي معلول انه يظهر بشكل متميز جدا في الشوط الاول، وساعد ان محمد هاني كمان يظهر بشكل متميز جدا في الشوط الثاني. يعني احنا لما نيجي نقارن ما بين معلول وما بين هاني هنلاقي ان القاسم المشترك ما بينهم كان تواجد رمضان صبحي في الجانبين.
رغم ان رمضان كمان كان بيحاول يبالغ او كان بيبالغ شويه في نقطه التخلص من الكره او التسديد او اللمسه الاخيره، هي دي بس النقطه السلبيه لرمضان، نظرا ان هو دايما بيبقى وهو بيلعب هو دايما باصص في الارض فهو مش حاسس اللي هو بقى قريب منين من منطقه الجزاء، هل في فرصه مناسبه للتصويب ولا لا. فلازم رمضان يلعب بالكوره وهو كمان شايف الجون، هو مش بيلعب بس على فكره التخطي للمنافس، لا هو كمان لازم يسدد عشان كمان يكون اكثر خطوره واكثر فعاليه على المرمى. طيب خليني اسالك، هل النادي الاهلي بمستواه اللي شفناه امبارح ده قادر ان هو يحصد النجمه التاسعه الافريقيه؟ لا احنا لسه بدري، احنا لسه بنتكلم الاهلي دلوقتي بنتكلم على 30% من 30 ل 40% من مستوى البناء، بنتكلم فرديا، احنا بنتكلم على الجمعين الاول، ده الاهم بالنسبه لي، انك انت عندك نقطه ارتكاز الوسط طبعا بالتعاقد مع حمدي فتحي بشكل رسمي، مبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي والجماهير، صفقه مهمه جدا في مركز ويمكن الوسط. عارف يعني اهم اللي في الصفقه دي اللاعب نفسه، شخصيه اللاعب نفسها عامله ازاي. احنا شفنا في الفتره اللي فاتت قد ايه في لعيبه عندها استعداد انها تستغنى عن اي حاجه وتنزل عن اي حاجه في مقابل ان هي تلبس تيشرت النادي الاهلي، ده بيطمن الجمهور نفسه، بيحس الجمهور بيحس ان في حد خايف عليه جاي، مش بس ده شغله، مش بس دي صفقه، مش بس هو بيطمح ان هو يتنقل خطوه لقدام، لكن فكره ان انت تكون حابب النادي الاهلي ونفسك او امنيه حياتك انك تلبس التيشرت بتاعه وعارف يعني ايه جمهور مستعد، تكون اكتيف، تكون عندك طاقه، تكون عندك روح، كنا دايما في حركه او في حاله ديناميكيه مستمر. ما ينفعش انك انت مثلا زي على سبيل المثال مثلا كره زي ناصر ماهر، الكره اللي خبطت في صادق سلمي الحكم التونسي وبعد كده هو توقف في وسط المباراه، دايما لازم تكون انت عندك في الشخصيه بتاعتك او في دماغك انك انت لا انت بتقاتل على كل كوره، ما ينفعش انك انت توصل على حدود منطقه الجزاء وتبتدي تتصرف تصرف مش بروفيشنال او مش تصرف احترافي. لكن طبعا يحسب في الفتره ديت ان كل اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي فعلا هي عايزه تنضم، نتيجة طبعا للحجم البطولات اللي الأهلي دايما بيشارك فيها أو حتى التنافس، يعني حتى احنا بنتكلم على الأهلي في أسوأ مراحله هو بيوصل فاينل أفريقيا، صحيح هو بيكسب الدوري، صحيح هو مش بعيد، هو بنتكلم حتى دلوقتي حاليا هو في المركز الثالث ولسه فاضل له ماتشات مؤجله، فانت في أسوأ حالات النادي الاهلي او في اضعف حالات النادي الاهلي انت مش بعيد عن المنافسه، أكيد. وده بيعوض حاجات كتير جدا بتحتاجها اللعيبه في الوقت ده. طيب خليني اسالك من خلال بقى رؤيتك امبارح للمباراه فنيا، شايف ايه المراكز اللي لسه محتاجه تدعيم خلال الفتره اللي احنا فيها دلوقتي؟ زي ما احنا قلنا هو طبعا مركز هو طبعا في حاجات غير كمان مركز الوسط المدافع، يعني انا مثلا كنت بتخيل ان لاسارتي هيبتدي وهو حاول يعمل ده، انك انت بتيجي تلعب قدام الفرق الافريقيه حتى قدام شبيبه الثوره اللي هيبقى لاعب الاهلي ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله، برضه شبيبه الثوره عنده مشكله كبيره جدا في ان هو في التحولات ضعيف في الضغط حتى في نص ملعبه كان ضعيف، يعني سيمبا التنزاني كان بيعمل اداء ممتاز، يعني انا اتفاجئت بصراحه بمستوى الفريق الزامبي، كان التنزاني عفوا كان رائع جدا جدا جدا. فانت محتاج انك انت دايما تكون عندك مرونه تكتيكيه في انك انت مثلا لاعب زي حسين الشحات دوت، انت حتى لو انت بتلعب بحمدي فتحي وعمر السولية ومعاهم لاعب ثالث، ممكن يكون حسين الشحات هو اللاعب الداينامكس اكتر في منطقه وسط الملعب. عندك مشكله طبعا في موضوع مركز راس الحربه، ولو ان وليد سليمان انا بشوف ان وليد سليمان ادى في المباراتين الاخيرتين امام سموحه او امام فيتا كلاب احسن من رؤوس الحربه الاساسيه لنادي الاهلي، سواء كان وليد ازارو او مروان محسن، على مستوى استلام الكرات، على مستوى الفعاليه والتعاون مع المنافس، على مستوى ان الكره، بص يا شيما في كره القدم ما ينفعش ان راس الحربه حتى لو انت بتستلم الكره وانت عندك امكانيات سريعه انك انت توقف الكره عندك، انت بمجرد ما الكره وقفت عندك انت اصبحت كانك مدافع، صحيح. انا لازم لما اجي استلم الكره بستلم الكره لقدام او بستلم الكره بالزاويه عشان خاطر اطلع المنافس او اطلع زميلي وبدخل او باخد خطوات في قلب منطقه الجزاء، لكن دايما اللي كان بيحصل من مروان او من وليد ازارو ان هما كانوا مش بيقدموا الدور ده بكفاءه عاليه وبالتالي كان الاهلي دايما بيتعطل، كنت تحس دايما ان في حاجه ناقصه في النادي الاهلي. طبعا تدعيم مركز راس الحربه مهم جدا، اعتقد ان قيد اجاييه جونيور اجاييه هيكون متميز جدا خصوصا مع المجموعه المهاريه للنادي الاهلي، وجونيور اجاييه كمان لعب كراس حربه امام مقصه، امام الاتحاد، امام الزمالك، امام الوداد، امام الترجي، صحيح. لعب كراس حربه صريح وكان راس حربه اوحد كمان في بعد هروب سليماني كوليبالي الموسم القبل الماضي وادى اداء جيد، فانا شايف ان جونيور اجاييه هيكون مهم جدا مع صفقه حمدي فتحي، طبعا انضمام ياسر ابراهيم ورحيل سليف كوليبالي، يعني احنا مش هنقدر نقول ان هيبقى فيه اختلاف لانك انت عوضت لاعب بلاعب، صحيح. محتاج طبعا الصفقات او اللعيبه اللي كانت مصابه تقدر ترجع في اقرب وقت، انت عندك البدايه بتاعتك كانت كويسه، المنافس المباشر بتاعك الاول على المجموعه محتاج انك انت لكن من وجهه نظرك ان ياسر ابراهيم كان اضافه للنادي الاهلي؟ اكيد انت محتاج اضافه نوعيه او اضافه عدديه بمعنى ادق، احنا بنتكلم على النوعيه، انت محتاج
راس حربه يكون متفوق في الكرات الطويله زي او الكرات الطويله زي ما كان بيحصل في سليف كوليبالي. ياسر عنده ميزه ان هو سريع جدا وفي الرقابه قوي جدا. انا كنت كمان اتمنى ان لجنه التعاقدات او التعاقدات طبعا هم ادرى، بس انا بتكلم من وجهه نظر فنيه، في بعض المساكين او في مساك متميز جدا انا شايف ان هو متميز ويكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي لو فكر فيه في خلال فتره يناير. بازوكا مدافع الاتحاد السكندري، مدافع متميز جدا بيلعب مساك ناحيه الشمال، بالاضافه ان هو كمان مصري فمش هيبقى عندك مشكله في فكره ان انت بتتكلم على استغناء عن لاعب محترف او حاجه. فاعتقد ان بازوكا كويس جدا، مش عارف هل الاتحاد ممكن يستغنى عنه قبل مباراته امام الهلال السعودي في البطوله العربيه، لكن انا شايف ان نظرا لرغبه الاتحاد اللي احنا قلنا ان مثلا كانوا بيحاولوا يستعيروا بعض اللاعبين تانيين من النادي الاهلي يدخل بازوكا معاهم في بعض الصفقات، اعتقد بازوكا هيبقى صفقه متميزه جدا. يمكن كانت من اهم المتطلبات في الفترة الأخيرة إن احنا نلاقي حلول للدفاع في النادي الأهلي. وجهة نظرك، هل وجود ياسر إبراهيم ده حل شوية من الأزمة دي، ولا احنا لسه محتاجين برضو المدافعين زي بازوكا بتقول؟ هو طبعا ياسر إبراهيم هيحل جزء من مشكلة عنصر الرشاقة اللي اتكلمنا عليها في كوليبالي مع سليف كوليبالي، لكن هو مش أكثر قدرة على الكرات العالية أو أكثر قدرة على اقتناص الكرات العالية من سليف. صحيح. لكن في كمان طبعا بسبب طول سليف كوليبالي بالظبط طوله طبعا كان بيضمن له كل الكرات الطويلة. صحيح. لكن في عنصر تاني في منظومة الضغط مش شرط، أو تحسين الحالة الدفاعية مش شرط إن أنا بتكلم على المدافعين فقط، لا انا بتكلم على الهجوم من اول الهجوم لغايه خط النص. صفقه حمدي فتحي هتقفل كتير جدا من الثغرات في عمليه الضغط. اللعيبه بتاعه نص الملعب لازم لما يجوا يرجعوا في وسط ملعب الاهلي لازم يقوموا بعمليه الضغط عشان خاطر الكره لما تيجي توصل للدفاع ما تبقاش سهله. ده اللي هيحسن من المنظومه الدفاعيه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا. وزي ما قلت لك فكره اللعبه ب 4 3 3 او 4 1 4 1 دي هتكون مفيده جدا خصوصا في الماتشات الخارجيه. انت عندك ما يؤهلك امكانيات دلوقتي ما شاء الله، انت عندك حسين الشحات وناصر ماهر الاثنين في خط النص يقدروا يقوموا بالادوار ديت، طبعا عندك حمدي فتحي وعندك عمرو السوليه، فانت عندك رباعي ممكن يلعب منهم ثلاثه. انا ما اتكلمتش لسه على صالح، ما اتكلمتش لسه على الصفقات التي لم يتم قيدها. عندك في الجانب اليمين وفي الجانب الشمال عندك وليد سليمان، عندك رمضان صبحي، عندك كمان حمودي. حمودي من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت في الاهلي الفتره الاخيره من الناحيه الجماهيريه. حمودي بيضيع كرات، انا عارف حمودي ممكن ما يكونش بيلتزم بالواجب الدفاعي، انا عارف، لكن حمودي مؤثر في المباريات. يعني هو في مباراه وفاق سطيف صنع هدف الاولاني لوليد سليمان، في مباراه الوداد هو اللي عمل ضربه الجزاء الاولى لوليد ازارو، او هو عمل الباص كان اول اختراق للاهلي في منطقه جزاء الترجي كان عن طريق حمودي. حمودي كمان الامن الفوز امبارح في برضو التمريره الممتازه جدا لكريم نيدفيد المنطلق في خط النص. وبالتالي انت عندك زاد بشري او عندك احتياطي كويس جدا للنادي الاهلي في مركز الاجنحه، وبالتالي انت عندك منطقه النص دي لو حصل فيها كم الضغط او كميه الضغط بشكل قوي جدا الاهلي اعتقد ان هو هيكون ما عندوش مشكله في الدفاعيه نظرا لقوه خط الوسط اللي دايما بيضغط بقوه. عشان كده احنا امبارح شفنا فيتا كلاب، فيتا كلاب طول ما انت بتلعب قدام المنافس كان فيتا كلاب بيظهر قوي جدا، كان مونجونجا او نجوما الاثنين ثنائي الارتكاز كانوا اقوياء جدا في كل الالتحامات، كانوا غلقين كل المساحات، لكن بمجرد ما انت بتلعب على الاطراف او في ظهر الدفاع بيظهر الدفاع بتاعهم بشكل هش جدا. وطبعا كان في سوء بخت من الاهلي ان هو يضيع اكتر من ثلاث اجوان كانوا ممكن يقدموا له فوز مريح جدا. طيب احنا كنا بنتكلم من شويه انت قلت لي ان الاهلي عنده برده مشكله في راس الحربه. طبعا. او في المهاجم الصريح. طبعا. خلينا نتكلم عن عمرو جمال، هل عمرو جمال ممكن يرجع تاني او برجوعه مره تانيه ممكن يعوض النادي الاهلي؟ بص يا شيما، هو احنا دلوقتي بنتكلم على انك انت فاضل لك اربع مراكز. انا دايما لما اجي احسبها عمرو جمال هيكون مؤثر حتى على المستوى المحلي طبعا هيكون كويس جدا، لكن دلوقتي بنتكلم فاضل لي اربع مراكز لازم انا احط في افريقيا فلازم انا احط كويس جدا. طبعا هو خلاص احنا بنتكلم على حمدي فتحي ده اكيد. بنتكلم على ياسر ابراهيم ما اعرفش تم قيده دلوقتي او لا، برضو ممكن يكون موجود. بنتكلم جونيور اجاي، محتاجين صالح جمعه، يعني جونيور اجاي وحمدي فتحي دول اتنين دول ما فيش فيهم جدال خالص. فانت بتتكلم على مركزين. لو رامي ربيعه جاهز او لو في مدافع تاني جاهز زي ما اتكلمت على بازوكا، لو يقدر الاهلي يدعم بمدافع تاني هيبقى دي الاولويه ليه. فهي فكره الاولويات، انت هتقدر برضو جونيور اجاي ممكن احنا بنتكلم على صلاح محسن او وليد ازارو هيرجعوا مثلا في خلال شهر، يعني بنتكلم على الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا، فانت جونيور اجاي يقدر يشيل ده. لكن انت كمان محتاج، مش هتقدر تلعب بقى بخمسه مهاجمين، يعني مش هيبقى عندك جونيور اجاي ويبقى عندك صلاح وعندك مروان وعندك ازارو كمان تحط عليهم عمرو جمال. لا صلاح انت محسن. ما انا بتكلم على صلاح محسن ومروان محسن وزارو واجاي وكمان احط عليهم عمرو جمال. لا انا بتكلم ان اجاي هيكون مهم جدا
لكن انت كمان محتاج انك انت تدعم الدفاع وفي خط نص في القائمه الافريقيه. كون ان هو يتواجد في القائمه المحليه ده ما فيش فيه مشكله اذا كانت حاله القائمه او العدد في القائمه يسمح. طيب خلينا بقى نروح للمباراه القادمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مساء، هيكون لقاء النادي الاهلي في تاني مواجهه ليه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. شايف ممكن نحكم على مستوى الفريق المنافس اللي هو الثوره الجزائري من اللقاء اللي فات قصاد سيمبا التنزاني؟ الحقيقه دايما لما بتيجي من نتائج ثقيله كده قدام الفرق بتاعت شمال افريقيا بيبقى دايما عندها الدافع انها تعوض المباراه دي، خصوصا كمان لما انت تيجي تلعب قدام نادي الاهلي، نادي كبير زي نادي الاهلي، وتلعب في ارضك في اول مباراه ليك على ملعبك في بطوله دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، ده هيكون عندهم حافز كبير. كمان فكره ان سيمبا التنزاني ريتمه اسرع من الاهلي يمكن يجابه بس فيتا كلوب، وبالتالي الاهلي او شبيبه الثروه مش هيواجه منافس بنفس سرعات سيمبا التنزاني، فانت محتاج عشان خاطر تقدر تقدم نفس الاداء ده قدام شبيبه الثوره محتاج انك انت تلعب بسرعه تحول اكبر، انك انت تعتمد زي ما احنا اتكلمنا على الديناميكيه اللي موجوده في اللعيبه اللي عندك في خط الوسط. شبيبه الثوره بيرتبط على 4-1-4-1 كان بيلعبها خارج ارضه، لكن مفيش ضغط، احنا بنتكلم الكره كانت بتتنقل بسرعات يعني متوسطه وهاديه وعاليه، وفريق الجزائري لا حول له ولا قوه. كمان المدرب كان عندي ليه ملاحظه مهمه جدا ان هو حتى بعد ما اتاخر ب1-0 لعب قدام سيمبا التنزاني اللي هو سريع جدا جدا في التحولات وفي الهجمات المرتده، لعب مصيده التسلل وكانت مصيده التسلل فاشله وادت الى هدفين، الهدف الثاني والهدف الثالث عن طريق الجناح المميز جدا اوكو. اوكو ده او لعيب ممتاز، انا شايفه ان هو من افضل اللعيبه لان هو احرز الهدف الاول، صنع الهدف الثاني، وكمان صنع الهدف الثالث. المباراه طبعا هتبقى مش سهله ومش صعبه، يعني انا مش شايف ان المباراه هتبقى بالصعوبه ديت، لكن انت محتاج انك انت تستقر بسرعه، لازم حمدي فتحي يدخل القائمه مبكرا. صحيح، هو ده اللي احنا سامعينه، يعني يمكن القائمه الافريقيه والاربع مقاعد اللي لسه فاضيين في القائمه الافريقيه كان النادي الاهلي مستني على حد ما يحسن طبعا صفقته مع حمدي فتحي واللي تم حسمها. حمدي فتحي وجونيور اجاي لازم يكونوا متواجدين ان شاء الله باذن الله في القائمه بتاعت الاهلي، لانك انت ما عندكش بديل تاني في مركز راس الحربه. حتى لو انت قررت انك انت تلعب وليد سليمان، فكره المهاجم الوهمي اللي انا شايفها شخصيا كويسه جدا وتقدر تنفع في بعض الاوقات، اجاي لازم يكون موجود حتى ولو احتياطي بحيث انك انت ممكن تلجا ليه كحل بديل عشان خاطر في وقت من الاوقات انت لا قدر الله لو تاخرت الفريق الجزائري هيبتدي يرجع في وسط ملعبه، وبالتالي هيبقى اعتمادك الاول والاساسي على الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. طيب انت شفت كل الفرق المشاركه معانا في المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا، شايف المجموعه ازاي او شايف مين الاقوى في المجموعه لحد دلوقتي؟ طبعا الاهلي الفيتا كلوب شايفه من افضل الفرق، الاهلي طبعا فريق قوي جدا، وسيمبا التنزاني فاجئني. اللي فاجئني اكتر شبيبه الثوره ان هو كان ضعيف، مستوى ضعيف ما قدمش اي مردود خالص، يعني سواء على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم. الفرق طبعا يعني بنتكلم على الاهلي وفيتا كلوب هم عندهم الميزه الاكبر، لكن طبعا الماتش اللي هيبقى قادم ما بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب هيحدد امور كتير جدا، يعني سيمبا التنزاني لو قدر ان هو يخطف المباراه او يحاول يطلع بتعادل من الكونغو الديمقراطيه اعتقد هيبقى سيمبا فرصه سيمبا جيده جدا في التاهل مع الاهلي في المجموعه الثانيه. طيب خلينا بقى نروح لملف اخر هو ملف الاصابات في النادي الاهلي، الناس كلها بتتكلم عن اصابات النادي الاهلي المتتاليه، حتى اللعيبه اللي جم لسه جايين بينزلوا بيتصابوا، شايف الازمه ازاي؟ مشكله فين؟ ولا ده مجرد بس سوء حظ احنا بنقابله في الفتره دي؟ لا طبعا مش سوء حظ بس، هو في طبعا في بيبقى دايما في سوء حظ، وكمان بيبقى في عندك مشكله كبيره جدا في فكره فتره الاعداد. احنا بنتكلم على ديدييه دروجبا في المذكرات بتاعته لما كان بيجي يتكلم عن فترته مع تشيلسي، لما جه لويس فيليب سكولاري المدرب الكبير جدا اللي اخذ كاس العالم كان دايما بيطلب من اللعيبه في فتره الاعداد ان هم يجروا مسافات طويله جدا او كانوا بيجروا فترات كتيرة جدا. الحاجات دي كلها مع توالي المنافسات في منافسة قوية جدا زي الدوري الإنجليزي أدى إلى إصابات وإجهادات كبيرة جدا وعصفت بمسيرة تشيلسي، إجهاد بدني زيادة طبعا، وعدت لإصابات كمان. وده اللي خلى لويس فيليب سكولاري ما يكملش حتى السيزون ده مع تشيلسي، وتم إقالته ورجعوا لمدير فني كان مؤقت في الوقت ده. فأنا شايف أن فترة الإعداد ممكن تكون سبب في الجزء العضلي الخاص باللعيبه. كمان بيبقى في مشكله جامده جدا انك انت دي حتى انا يعني اتكلمت عليها برضو في اخر تحليل ليا، انك انت فكره انك انت لما تيجي تدخل بالراحه او بتدخل في منافسات في منافسه على الكره وانت داخل بسرعه بطيئه او بتتحرك بسرعه بطيئه ده يعرضك اكتر للاصابات. يعني احنا بنتخيل ان في اتنين، واحد بيروح على الكره بسرعه
بسيطة أو متواضعة أو متوسطة وواحد داخل بقوة كبيرة جدا، طبيعي جدا لما يجي يحصل الاحتكاك اللي بيلعب بسرعة بسيطة أو بيلعب بسرعة متوسطة هو اللي هيصاب أكتر أو صحيح. هتبقى فرصته في الإصابة أكتر. لذلك أنت محتاج أنك أنت تلعب الكرة بشكل كويس. كمان أنا لما يجي ألعب الكرة لازم ألعب أختار المناطق اللي أنا بلعب فيها، لازم اللعبة تظهر تهرب من الرقابة. ما ينفعش أن أنا ألعب الكرة طول الوقت في ظهر المدافع او في او في في وش المدافع ويبقى زميلي عرضه ان هو يدخل معاه حد بصفه قويه جدا او بشكل قوي جدا. دي انا شايف ان هم دول ابرز نقطتين المشكله عندنا في الاصابات، انك انت لو انت بتلعب بسرعه بسرعه الكوره وبتختار اماكن متميزه ما اعتقدش ان هيبقى فيه اصابات كتيره جدا. طبعا اصابه محمد محمود دي كانت اصابه قويه جدا وكانت اصابه عنيفه تستحق على الاقل انذار. يعني طبعا صحيح. كان في مشكله برده كمان في التحكيم، انك انت لما التحكيم بيبقى فيه، مش بتكلم على ضربات جزاء، انا مش بحب اتكلم على ضربات جزاء او على اوفسايدز او الحاجات دي، لكن انا بتكلم على فكره الاحتكاك البدني. مفترض ان في الفير بلاي انت بتلعب برجوله لكن ما بتلعبش بخشونه، لازم تحافظ على المنافس بتاعك. صحيح. وانت كلاعب في نادي الاهلي او لاعب في اي نادي لازم تلعب على كره القدم برجول، ما ينفعش انك انت تدخل على لاعب او تدخل بالراحه، انت كده بتبقى معرض للاصابه. ده باختصار شديد جدا انطباعي عن الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي. استاذ ايمن محمد الناقد الرياضي ومحلل الفني في موقع يلا كوره، نورتنا النهارده في كلام في الميتين. ميرسي جدا يا شيماء، كنت سعيد ان كنت موجود معاكي. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.